السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الفانوس القمر اللي انتوا شايفينه ده، وزي ما تعودنا في كل سنة بنعمل فانوس من اللي بيكونوا موجودين في المحلات، وطبعا اسعارهم بتكون غالية جدا علشان الخامات اللي بتتصنع منها. انا بحاول على قد ما اقدر اعمل نفس الشكل بس بخامات موجودة في البيت، التكلفة بتاعتها بتكون بسيطة زي فانوس ايكيا اللي عملناه ده، والفانوس ده كمان، وفانوس فنانيس ده نفس الشكل بالظبط. وهسيب لكم روابط الطريقه بتاعتهم في الكومنت المثبت، ويلا بينا نشوف الخامات بتاعتنا في فيديو النهارده. هجيب الازازه البلاستيك دي حجمها كبير، وهاخد الجزئين، الجزء اللي فوق والجزء اللي في النص، والقطعه اللي في النص دي هيكون طولها 15 سنتي، والقطعه دي انا قصيت مكان الغطا، ودي هتكون معايا قبه الفانوس. هجيب حاجه زي كده وهحطها بالشكل ده، وهجيب الحلقه بتاعت الستاير دي وهلزقها فوقها، وهيكون ده شكلها بعد ما خلصت الجزء ده. لو مش متوفر عندك القطعه الذهب اللي في النص دي، ممكن تستبدليها بالجزء اللي فوق من اللمبه المحروقه دي، او اي حاجه متوفره عندك تدينا نفس الشكل. ودي كانت اول خطوه معانا. ندخل على الخطوه الثانيه، هعمل دايره من الكرتون هيكون قطرها 12 سنتي، وهجيب الازازه اللي هستخدمها وهعلم على مكان الفتحه بتاعتها، وهفرغ الشكل اللي قدامي ده، واللي هحتاجه هنا الاطار اللي في الخارج ده بحيث اني ادخله في الجزء ده ويكون معايا مظبوط زي ما انتم شايفين، وهلزق الاطار الكرتون ده في الازازه. بس طبعا درجه حراره الشمع لازم تكون متوسطه علشان البلاستيك ما يسيحش مني. وهجيب شريط الاستراس ده وهلزقه على الفصل اللي بين الازازه وبين الكرتون علشان يدير الفرق ده. وبعد كده هجيب العيدان بتاعت الشيش او العيدان الشاوي، وهحتاج 8 قطع من الخشب دي، طول كل قطعه 7 سم. وهلزق الخشب ده جوه الفتحه بتاعت الازازه، يعني بين كل عود وعود مسافه تقريبا 4 سم، وهيكون ده شكلهم بعد ما لزقتهم. بعد كده هجيب الشريط الجوبير ده وهلزقه على حرف الكرتون، ولو مش متوفر عندك الجوبير ده ممكن تستبدليه بشريط استراس علشان يديني الشكل المزخرف اللي قدامكم ده. وكده نكون خلصنا اول جزء من الفانوس. ندخل على الجزء الثاني، هجيب دايره من الكرتون برضو قطرها 12 سم، وهعمل علامه على فتحه الازازه، وهفرغ الجزء اللي في النص ده زي ما عملنا اول مره. وطبعا هاخد الاطار ده وهجيب دايره من الكرتون مقاسها او قطرها 14 سنتي ونص، وهفرغها زي ما عملنا قبل كده، يعني هيكون معايا دايرتين متفرغين واحده اكبر من الثانيه. وهجيب بشريط الكرتون ده مقاسه 1 سنتي، وهلفه كده علشان يديني الشكل الدائري وما يكسرش مني، وهلزقه على طرف الدايره دي اللي هي الدايره الصغيره يعني. وتقديرا للمجهود ده يا جماعه، بتمنى انكم تدعموني. لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتي الجايه، ولو انت فعلا مشتركه في قناتي ما تنسيش تدعميني باللايك والشير، وتكتبي لي رايك في كومنت. ولو عايزين نتواصل مع بعض، انا حاطه رابط انستجرام في صندوق الوصف، وكمان صفحه الفيسبوك للتواصل. وبعد ما خلصت الدايره دي هلزقها في الدايره الكبيره علشان يديني الشكل ده. بعد كده هجيب شريط الاستراس وهلزقه على حرف الكرتون علشان يديني الشكل المزخرف. واسفة جدا لو كنت بتكلم بسرعة او باختصار علشان بس مطولش عليكم في وقت الفيديو ويكون خفيف وسريع. والموضوع مش صعب خالص، هي بس حكاية مقاسات والشغل بدقة، وانا ماشي معاكم بالتفصيل عشان كل حاجة تكون سهلة ومفهومة. والخطوة دي هتكون زي اللي فاتت بالظبط، بس مش هنفرغ الكرتون من جوة، انا بس هلزق الدايرة الصغيرة على الدايرة الكبيرة. والدايرة الكبيرة مقاسها 14 سنتي ونص زي ما انتم شايفين، والصغيرة قطرها 12 سنتي، وهعمل نفس الخطوات. وده بقى شكلهم الاثنين زي بعض، بس واحده متفرغه وواحده مش متفرغه. وقطعه الكرتون دي هحتاج منها 5 قطع، كل قطعه الطول هيكون 13 سم، والعرض هيكون 7 سم. وهرسم شكل الشباك ده وهسيب الباترون بتاعه في المنتدى، والشكل ده انا هرسمه على باقي القطع، وهفرغ الشكل ده، وهكتب كل المقاسات دي في صندوق الوصف، وكمان هحطها في المنتدى، وهحط الباترون بتاع الرسم برضو في المنتدى. بعد كده هجيب اللزق وهلزق الشبابيك كلها في بعضها بالشكل ده. وانا بلزق الشبابيك دي هسيب مسافة بين كل شباك وشباك 4 ملي او نص سنتي علشان يتنوا معايا بكل سهولة، وهلزقهم من الناحيتين كده.
وده شكلهم بعد ما لزقتهم كلهم في بعض. هجيب كل القطع اللي عملتها وهرشها بالسبريه الذهبي ده. لو السبريه الذهبي ده هيكون مكلف بالنسبه لك علشان هو في السعر اغلى من الالوان التانية، ممكن تجيبي البويه العاديه اللي هو اللاكيه وتدهنيه عادي مفيش اي مشكله. وده شكلهم بعد ما رشيتهم. هبدأ بقى اجمع كل القطع دي، ودي هتكون اخر خطوه معانا. انا جبت قطعه الازازه اللي احنا قصيناها في اول الفيديو وعملت فتحه كده على شكل باب علشان دي اللي هدخل الضوء منها، وهبدأ ألزق الجزء اللي فوق في الإزازة بلاستيك، وقلنا طبعا لازم درجة الحرارة تكون متوسطة علشان البلاستيك ما يسحش. ومش هدخل الأعواد الخشب كلها جوه الإزازة، أنا بس هلزق أول سنتي من الأعواد دي، وهيكون ده شكلهم. هبدأ أجيب الدايرة اللي هي متفرغة وهدخلها في الإزازة من تحت، بس هخلي الدايرة الكبيرة هي اللي فوق والصغيرة طبعا تحت، وهلزقها في المسافة اللي فوق من الإزازة علشان تغطي لي شكل الاعواد اللي انا لزقتهم بالشكل ده. كده كده انا خلصت القمة بتاعت الفانوس. هبدأ الزق القاعدة بتاعته، وبعد ما لزقت الجزء ده هجيب الشبابيك اللي احنا عملناهم وهلفها حول الازازة وهلزقهم كويس، بس هسيب شباك او شباكين مش هلزقهم علشان الباب يفتح معايا بكل سهولة وادخل فيه وحدة الضوء اللي هستخدمها. وده هيكون شكل النهائي بتاع الفانوس بتاعنا النهاردة، وده بعد ما حطيت فيه وحدة الضوء، بجد تحفة جدا وشكله قيم جدا. يا رب اكون قدرت افيدكم ولو بشيء بسيط. لو عجبك في الفيديو ما تنسيش تدعميني باللايك والشير، ولو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك وتفعلي الجرس علشان توصلك فيديوهاتي الجديدة، واشوفكم الفيديو الجاي على خير.